والدراما عموما التلفزيونية في أي مكان مهمة، لأنها قادرة على عكس المجتمع ومناقشة أيضا قضايا مهمة ومؤثرة بشكل كبير جدا. ورشة الدراما التلفزيونية، التحديات والفرص، نتابع سويا. في هذا اليوم الطيب تنعقد ورشة الدراما التلفزيونية التحديات والفرص، وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم بالتضامن مع اتحاد المهن الدرامية. فنحن كوزارة سعداء جدا بهذا التضامن، أن يأتي مبدعين ويطرحوا فكرة تعالج قضايا بالنسبة لنا هامة جدا. فالدراما التلفزيونية تعني المسلسلات والأفلام، وهذه الدراما هي التي يشاهدها الآن كل بيت، وكل بيت الآن أو أي شاشة مفتوحة هي معظمها يا فيلم أو مسلسل. فبالتالي الدراما هي هامة جدا، وهي بتشكل وجدان الشعب السوداني. فإذا ما اهتمينا بالدراما ودعمناها وقويناها وجعلناها جاذبة، حيستلب مجتمعنا ده لثقافة غير ثقافتنا السودانية. ونحن نعلم أنه الثقافة السودانية ثقافة متجذرة وثقافة متنوعة جدا، وثقافة لو اهتمينا بها وأبرزناها عبر الدراما بصورة ممتازة ستجعل كل العالم يشاهد التلفزيون السوداني. ولكن الآن كل الناس منصرفين، ولا نقول هذا السبب فيه فقط المبدعين، ولكن نحن كحكومة كذلك لنا دور في هذا، في عدم جاذبية الدراما السودانية. لأن الدراما محتاجة لتهيئة بيئة لمواقع إنتاج، محتاجة لدعم على أساس أنه تكون دراما قوية وتكون جاذبة. فالشراكات الذكية دي شراكات مهمة جدا. نحن نناشد كل المبدعين، يعني الآن بدأ معنا اتحاد المهن الدرامية في هذا الفعل الطيب. نتمنى كل الجماعات الأخرى من الدراميين، أن نعلم أنه عندهم أكثر من جسم، هنالك تجمع ورابطة الدراميين وغيره، أجسام كثيرة كلها عايزينها نتضامن معها نحن كحكومة عشان نعمل سويا ونترجم أفكارهم دي إن شاء الله لعمل، ونهيئ لهم البيئة والجو حتى نقدم ثقافتنا للعالم كله. لنا أولا تكون جاذبة بالنسبة لأبنائنا يشاهدوا التلفزيون السوداني، وثم بعد ذلك نصدرها كذلك للعالم لتكون جاذبة إن شاء الله. وبفتكر يعني أنه الاتحاد المهن الدرامية بالتعاون مع الوزارة حسنا فعلوا بهذه الورشة، اللي هي دي ورشة كانوا بتقولات دراميين من بدري جدا للتحديات والفرص بالنسبة للإنتاج التلفزيوني. وكثير من المبدعين لجأوا لأنه ينتجوا لوحدهم أو يتجهوا للسوشيال ميديا، هجروا التلفزيون، هجروا القنوات لأسباب كثيرة جدا قد يكون منها الإنتاج أو الدعم اللوجستي للدراما. لكن بفتكر أنه من الآن وصاعدا بعد هذه الورشة الدراميين حيتشجعوا، والدولة حتتشجع، والوزارة حتتشجع أنها تقوم تدعم الدراميين على أساس أنه نحن يكون عندنا إنتاج درامي ضخم، وننافس زينا وزي بقية دول العالم في الإنتاج الدرامي. الكلام عن موضوع الدراما التلفزيونية والتحدي موضوع كبير، لكن الموضوع ما تحدي وما دراما تلفزيونية فقط، ولا الفكرة بتاعت الإنتاج، هي الفكرة أكبر من كده. دائما نحن نقول أن الفكرة فكرة الثقافة، يعني أساسا لا تستطيع أنه نحن نبدأ نفتح الملف ده بدون ما نفتح الملف بتاع الثقافة. ملف الثقافة أنه الناس تعرف تماما بأن الدراما فرع من فروعها الثقافة السودانية، وبالتالي لما الثقافة السودانية تبقى عبر الدراما معناها نحن حنبقى منتجين، مش الانتاج عنده بعدين، البعد الانتاج الاقتصادي ده موضوع حاجه، والانتاج الفكري والثقافي ان احنا حنوصل والهويه السودانيه والرساله حنوصلها. وبالتالي الدراما عندها قدره على التحديات الحقيقيه لرفع هذه المرحله.
الوعي لهذه المرحلة، الوعي الجديد لهذه المرحلة. الفترة الانتقالية دي فترة صعبة جدا وقاسية جدا، في انه هي في حقيقة محتاجة لتوعية عالية جدا جدا تكون عبر الدراما عشان تحكز جانب من مش تحكز عن جانب المشكلة، تحكز مضامين المشكلة كلها. وبالتالي كذلك أثر الدراما في رفع الإنتاج والاقتصاد. بمناسبة الناس السياسيين بينسوا نسية كبيرة جدا بأنه الدراما عندها دور ثقافي، والدور الثقافي ده مهم جدا جدا، بأنه إحنا ما عندنا صراع مع السياسيين أساسا. إحنا الثقافيين والناس الدراميين عندنا دور أساسي موازي للسياسي وموازي لأي زول عنده حب لهذا الوطن. إحنا في الاتحاد حاولنا من أول النشاطات بعد ما مسكنا الاتحاد أن نعمل هذه الورشة، والورشة بتتحدث عن الفرص والتحديات، لكن عن الدراما بشكل عام وتعامل القنوات التلفزيونية في السودان، وبالذات تلفزيون السودان بتاع الحكومة، على أساس أنه نقدر نعرف التعامل بيتم كيف في الإنتاج بالنسبة للدراما بالنسبة للسودان كله. والورشة دي عشان تخرج لنا بعد ذاك بنتائج في شكل توصيات نقدر نعمل عليها ونتفق عليها ونخاطب الجهات المسؤولة في الدولة. وده نشاط ثقافي بتاع الاتحاد، يعني مفتكر انه نشاط عادي، دي ورش بتقام كل فترة على أساس انه تعمل تنوير بالنسبة للدراميين والممثلين والمخرجين وكده، وبالنسبة كإعلام برضو للدولة وتشكيل حضور ووجود، لأنه حسين كل الفترة اللي فاتت دي كان شوية كده مسألة الدراما وإنتاج الدراما ضعيف بالنسبة أو في القنوات المتعددة، رغم أنه قنوات كثيرة الآن أصبحت. زمان كان طبعا التلفزيون السودان بس فقط، الآن أصبحت القنوات كثيرة، المفروض تكون في فرص كثيرة، فحصل العكس. يعني الإنتاج معروف قد يكون لكل القنوات أنه لازم تجيب رعاية أو تجيب شركة ترعاك أو كده تعمل لك سبورت على أساس أنه تقدر تنتج. ورشة الدراما التلفزيونية نتمنى أنه تكون هي فرصة لإنتاج فكري وإنتاج مادي أضخم وأكبر للأعمال التلفزيونية الدرامية. فعلا أنت كشخص درامي بالتأكيد برضو حيكون عندك نظرتك، يعني لأنه قبل شوي احنا بنتونس أنه في مسلسلات على جميع المستويات، يعني سواء محلية أو عربية مؤثرة، وفي صح. مسلسلات هنا عبر قنوات أو منصات التواصل الاجتماعي برضو لقت دور، يعني لعبت دور كبير كلنا بنحبها. طبعا يعني جودة الدراما بشكل كامل هي بتحكس عن هوية البلد، عن الإنسان السوداني، وعندها قدرة على أنه هي توصل الرسالة بطريقة أبسط أنه يفهموها كل الناس. فعلا تحياتنا لكل المتحدثين في المحطة السابقة مشاهدينا، وباقي الفقرات إن شاء الله أو فقرتنا الأخيرة بعد فاصل إعلاني، خليكم معنا.